شرعي أنا وحلو جمعة عابا هلس دقيس شرعية كا لعق بحنت قرن كا أما وحلو يقان الناشنال بايمنت سيستم وشرعي مهيمد وين أوله دلكن وشودوين كشرعي كان وحاقوها الرئية كروقادستا بدقبكا إيا إلالينتا وحكو أول لماذا إيا هفنانتا نظامكا لعق بحنت قرنكا كروقادستا حسلوني دا قود إيا نظامكا مالياد دلكا يرينتا خطرها إيا وحقب اللعانتا كو إيمان كرتاها نانكا لعق بحنت قرنكا كروقادستا أودها بانكا قدحة سي وو أبورا ونما أمولو نظامكا لعق بحنتا ميدايسان إيا قرنكا كبعينتا مالقشيغا إيا إلالينتا معاميشا وحاوقتهين إن علاي سويني مدوب بدن دالكا كهيستي سري الله مدين لها هنانكا لعق بحنتا وبنقيادو إيو هايدها ماليادو آني وضحادلين وسيستم يدودو إيا نظام يدودو آني اسكو حدنين وحيسو قد بنكرين ورنتي قدون إيا قوقب هايدات أما هايدا ماليادات وشري وعقبت ويني أنا كوا هيد إن بنك قاعد حه وكرمير إيو معمولد يحكمين جود وقسم إياه بركة شرح يعني وحو أودو سين يا بنك قاعد حه يا هيدا هكلا إن بنك قاعد حه وحو أودو سين يا إن وش واجبات كيسة شرح يقو إيج مضي وفليه وحكلو سهل يا إن بنجيده أي إسكو حرمان وهنانكو هذا العق بحنتو لما دايو وبنجي كستا بنجي كله سهولير وحقوق قد بنكره أم عاملين كرام بنجيده شرعي وحالو قد قدونا هيدا هكا شقية بحنتا إسوافة شنتا إيا حلنتا نظام كالعقا وحكى لو لو دقيا بيحيها اديق لعقتا وحو سيده كله سلدق شرعي او ابوريا وان هدا لهين نظاميه لعق بخينتا سدا لعقها موبيلده لا يسو ديرو iyo walaadiyada la isugu diro oo aan sharciyeena hore aanu regulate gareynayn waxa uu ku yimid sharcigan oo lagu dhisay daraasad baaxad leh oo qoto dheer oo bangiga dhexe ee Soomaaliya uu sameeyay oo ku sameeyay caqabadaha haysta hay'adaha maaliyadeed ee ku saabsan dhibaatooyinka isku xirnaansha la'aanta habka lacag bixinta iyo sida ugu fudud ee dalku u heli karo أما وهل لها هنان مالياتات أو إسكوح لها دقدقاقية مالياتات أما عاميشة بنجية دحدو ده أدهيجية ده اللعاقة هلوغو بحيو تلفون ده إيا بنجية ده إيا شركة ده أدهيجية ده اللعاقة بحيو أي إسو ورابين لهايين أي إسو وضحض لهايين سيدا دراد ده أنه كتشوابين باهية هاس وحا لسو دياري شرعيين هندسة شرعيات كان لقوم بقى عابو هندسة شرعيات كان لعق بحنت قرنك وحا ووافق سيا هاي دستورك إيا الشروع دا كلا ماليات دا إيا اللحر دا إيا قودة هان شروع دا قودة دالك وطالة وحا عان رجينا إن كدب مركة قودة قلقو رجيو لسو درسو wixii turxaan bixin lagu sameeyay lagu soo sameeyo kadibna golaha dib loogu soo celiyo si ay waajibaadkooda uga gutaan maanta waxa ay ahayd inaan maadiida iyo ujeedada guud ee sharciga aan ku eekaado aan hoosna xurka ugu degin